السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله تكون تمام. في البداية حاب أشكركم على دعمكم الرهيب في المقاطع السابقة، وأيضا عندما قمت بتنزيل رفع سير جراك 30 جاني الكثير من التعليقات يقول كيف رفعت سير جراك 30. في هذا اليوم، في هذا المقطع اليوم، وراح أخبركم وأشرحلكم بالتفاصيل كيف رفعت سير جراك 30، وخليكم مع المقطع. أولا في البداية لازم تجمع باورات ولو أنك باور واحدة تكفيك. ثاني شيء تشيك على الأعشاب، أهم شيء إنك تشيك على الأعشاب. وثالث شيء الترقية الأولى أهم وأساس، لأنها الحين تبطي وما يقدر مثلا إذا جاك بريمو مستخدمك السوبر ما تقدر تخطى أوقات، ولو إنه خصوصا الأبطال اللي يستخدموا أقصد البريمو اللي يستخدموا القدرة ذيك اللي تعطي السرعة، منك ما تقدر تفاديها بكل سهولة، يعني يحتاج لك الترقية الأولى أهم شيء. كما تشاهدون اول شيء انا زبنت عشان الخريطة تفتح شوية، لان ما اعرف من الاعشاب ومن اللي قسام، بخصوصا اعذروني بخصوص هذا الديسلايك، حاطن ان عشان مهمة شوية غياب حالهم شوية هبام تشجع يجي يقحم علي واعطيهم شغل. وخصوصا خلاص الحين تو جمعت الترقية الاولى، ما تستخدمها على طول، استخدام يكون بعيد عن دواعي يلاحظوا عليك عشان ما يجي يقحم عليك 6-7. منها خلاص امور طيبة وجبت متراقو على طول تم تجمع السوبر، وهم شيء انك الترقية الاخيرة نوبة اهم واساس الترقية الاخيرة. منها خلاص هنا لاحظت ان بريم موجود سياري، ومن بغيت تيم معه عشان مو انه تيم تيم بس كيك ابو عشان يسوي السوبر ما يقحم عليك انه هو في شد. وايضا انا استعجلت طلقت طلقات الفاضي، مفروض اني انتظر شوية علينا خلص السرعة ماله. كما تلاحظون بخصوص تراجعوا هم تم يخافوا مني محرق إلا هذا الأخضر البريم الذري أو التوماتيك الحين غير اسمه، وإن شاء الله راح يموت هو الأول من بينهم كلهم. شوف الحين خلاص ما قدروا لأني لقحموا بس دخلوا السوبر، وشوف الحين خلاص حلم بداية ضاربوا خلاص الجيم صار إيزي، ما حد اقدر يمسك ولا حد تم يضرب حدا، انت ما سويت شيء لك تم تخوفهم بس افتح الجيم وخلاص شيء ايزي ما يبغى له شيء. يعني هو صعب في اتقان، يعني ما اقول لك، يعني خصوصا تجمع الترقية الاولى والثانية يبغى له، يعني كما تشاهدون في هذا المقطع اشرح لكم كيف تيم مع الشخص وكيف تعرف ان هذا الشخص مو غدار. اولا اذا حصل مثلا شخصية سيرك وشفته يعني حاول تقرب منك تعرف ان هذا غدار، لكن شفته يعني بريضار يضرب البريمو تعرف ان هذا الشخص واصل كوسة 800 كاس. وايضا مو سيرك بس جميع الابطال، عندك شيلي، عندك جني او نيتا، تارا، بس تارا التيم معها تارا اكبر غدار في العالم. عشان نخبطكم هذه النصيحة، إذا بغيت تعرف الشخص إذا يكون ضد بريمو ويكون معك، مثل في بداية الفيديو لاحظتوا إن تيح مع نيتا، ونيتا أصلا واضح إنها كوسها 600 بس أظن يمكن فاهم الموضوع إنه يكون ضد بريمو، لأن بعض الناس تشوف إنت تشرب على بريمو بس بالنهاية ينقذ ضدك، لكن أنا أوقات ضيعت كثير من أضرب في الجدران بس أضرب في الفاضي. وايضا هنا بغيت اشحن السوبر ضربتها تعمل عشان اشحن السوبر. ذر هذه تارا يعني ضروري تخلص منها على طول، لان بتصير مزعجة كثير وبتسحبك صوب بريمو وتخلص منك على طول. اول شي حاول انك تقدسهم يكونوا تحت، ما تخلي حد يكون فوق عشان يتورطوا كلهم ويتضاربوا حدهم بالنهاية. مثل هذه نيتا ما فادتني بشيء، المفروض اغدرها من اول، لكن قلت لعله تفيدني، لكن بالنهاية هي فادتني ما اقول لك، يعني بنهاية الجيم فادتني كثير. وحاول انك تستخرج من القدرة هذه اللي تضرب في الجدران تخليه ينجح، هذه تفيدك كثير، تمثل هذه الطريقة ما يقدر حد يقربه منك، وخصوصا اذا كان واحد منهم قريب من الجدران تضربت يكون الضرر مرة خرافي، يعني تنقصك حوالي كذا 3000 او 4000. حاول تجمعهم كلهم، شوف تمثيل الطريقة جمعتهم كلهم ولا واحد منهم جاء فوق عشان ما تمشي، خايف تكون انت في النص منقطعين كل الجوانب. مثال الطريقة شوفها اللحظة
نانيتي وبن ساعدني شويه ما فرقكم يعني. شوف الحين استخدم السوبر، اي واحد حم صوبك يعني خلاص قريب منك استخدم السوبر. شوف على طول، بس انا هنا ضيع ما استخدم السوبر لكنه عدت على خير وفزت خلاص من عاد على طول خلصت منها. يعني ما اقولكم من ناحيه الاتقان صعب كثير يبوله، علشان تفكير ومن يتي معك ومن يكون ضدك. راح ننتقل للفيديو الاخير وان شاء الله تكون تفهم اكثر. اوكي كما تشاهدون جيم اخر ويكون اخر جيم هذا. اولا جمع باورات خباتكم على الاقل واحده تكفي، ما تروح تضارب تخش في البريمو عشان باور واحده. تشاهدون هنا انا سويت اكبر خطأ اني ما فتشت في الاعشاب لكن عدت على خير. شوفنا بنا هنا غلط رحتين مع ديار بس هو ما تيه معي شخصية. شوف خلني اخبركم الاشخاص اللي يكونوا غدارين اكبر غدارين. اولا شخصية البريمو هذه خلي حطها براسك، هذا اكبر غدار. بول وتارا وقايل وايضا جني هلا نوب غدارين وادجار بعد الاكبر غدارين. اللي يكون عندك امان وتوثق فيهم شيلي سيرك والكرو ليو نوب اكبر غدار ما اقولكم يعني توم ثلاثة لقش كيف، لكن ها حبون عارفين انه يكون هناك ادجار متوقع انه بيقحم علي لكن نشوف كيف على طول استه يس. وايضا نوب مورتس انا نسيت اخبركم نوب مورتس تيم معاه لانه ما راح يفيدك ولو انك تيم معه وبتسوي باقي سوي ناظر لا عليك بس، لكن انا حبيت تيم معه عشان اشحن السوبر وقلت منه قدر عليك. من هنا خلاص انا اصلا نية ما نسينا الموضوع هو هناك، راح خلاص من بريم وفجأة لاحظته قدام وعطيته بشغله نسينا الموضوع انه موجود هو هناك على بال نروح فوق منه. خلاص دام عندك اربعة خلاص انك حكمت الجيم وما حد يقدر اصلا يجي قدامك الا ولو انك هو يسوي على طول اعطيه السوبر هو بيتوقف على طول. مثل هنا شوف استخدمت السوبر روح نص الصحة ماله يعني تبقى شيء بسيط وحلو انت متغادر وانت ما سويت شيء يعني خبط الترقية الأخيرة وثلاث باورات خلاص تحكم الجيم كامل. إلى هنا وصلنا حلقة اليوم، أتمنى يعجبكم الفيديو، لا تنسى اللايك والاشتراك ومع السلامة.